حي التضامن، أو كما يحلو لأبنائه تسميته الحي، إن الحديث عنه أكثر من مجرد الحديث عن الكثافة السكانية أو الحديث عن التهميش والعنف والإرهاب وغيرهم مما قد يتبادر إلى أذهان الكثيرين. لعل الكلام يبدو غريبا، ولكن صدقا الحديث يفوق كل هذا. حي التضامن يضم العديد من التناقضات، وفيه من التضاد ما يثير الحيرة ويطرح أكثر من سؤال. فكيف لحي شاب أن يتجانس ويتعايش مع النواقص والإشكاليات؟ كيف للشباب عنوان اليفع والأمل محرك الثورات والشعوب أن يقبل بكل هذا؟ الشباب الذي طالما كان الحل. كل هذا يدعونا إلى إعادة النظر والبحث في الأسباب التي جعلته على هذا الحال. ألي عجزا عن إيجاد الحلول أم هي أسباب أخرى؟ نظام الحشرة الوحيدة لازم تحتين في كلمة، معناها يلزمها برشا معناها. أروع حومة أربعة بلاصة. حي شعبي. حي شعبي. حي تضامن والله حي حي شعبي. فهمني؟ ليش وعاد؟ حي تضامن ما تجيش في كلمة. حي تضامن حي شعبي. هاي تضامن حي شعبي باهي عباد وباهي، اما الدنيا ظلمت تحس فيها معناها كل شيء. هاي تضامن علاش؟ معناها مش بس تضامن بركه برشا شعبي، معناها مش بس شبدالك شبدالك معناها مكياسي من الزبده معناها من الشباب مهمش كل شيء، معناها ما فماش خدمه كل شيء باش شبدالك. تشوف البلديات اللي يخدموا لسيدي الزكري فهمني، مش نحكي لك خويا برشلونه شيء والله. العباد تغير، برشلونه تغير، يبدا في دار وصحابي يشم في الروايح. انا فوج اكثر دار ما زلت قدامك ثلاثه ايام. يمين يسار ثم قياس نتاع شكل زبده، والماء في كل بلاصه، وسخ في كل بلاصه، يعني ما ثماش لهوه ما ثماش. اي والدنيا مسخه برشا مسخه برشا، ومعناها الغلطه من البلديه والغلطه من الناس الزوز، معناها لا العباد تحترم ولا البلديه تجي في الوقت وتلمس. والله البلديه مقصره برشا، امور سي سوتو كياسات، امور كياسات معناتها صفر، ما عندنا حتى شيء شر في الحاجه هذوما. كياسات محفره الناس مع بعضها، ساعة سيركيلاسيون تشوفها الصباح مخك يخف كيفاش معناتها. نبدو بالبنية التحتية وبعد تجي الأمور أخرى. الطقس هذايا إنه البنية التحتية نتاعنا خايبة على الآخر، تلقى نورمال معناها الكيس محفر والدنيا معبية بالماء، هذايا وقت تصب المطر ومع بعد ما تنجمش تتحرك معناها. بالرسمي البنية التحتية ناقصة برشا في الحي. كيفاش غادي عليهم تشوف صاحبي؟ نعيشوا في ستوكهولم السفلة. فايضة العالم مفهميش، الطبيعي نص متر، دارنا ما رفعت غرقت يا ودي. في دار شباب تحرقت هاي محروقة هنا من وقتها، قعدت هكاك من وقتها جابوا سكنوا فيها عباد وولت وسخ وتكسروا الشباب وكذا كذا. كان واحد يلعب تريح يشيك يدخل منا يشوف فلان يشوف فلتان راح كابون. هو غياب الأنشطة الثقافية في الحي، بالأخص إنه دار شباب مسكرة ومحروقة ومكسرة، والعباد معناها تلقى كسوسوا أولاد يبدأوا في القهاوي وكذا، ولا بنات شدة ديار هذا إذا كان معناها هما كان المشاكل وسيوف وسكاك فهمني، وشباب وتال فهمني تمشي له تمشي فهمني تمشي خويا تفرج العرض. ايش اخويا ايش ايش وليد ايش شوف العباد اخويا بطال الدنيا الفرد المهم فماش ويني 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 عادي وقته، فماش ويني يبدل جو، فماش فهمت يولي يتلزل برشا حاجات ماش باهيه منها تخلبز الامور وتولي حتى ماش راكحه فهمت كيفاش. اما كيشوفوا تأثير للشباب تو كيما يا خويا شوفونا حل برجوليه برجوليه شوفونا حل عايد هذا مر برجوليه، رانا الناس شباب ضايعين حبوا نخدموا حبوا كذا وعز حي راه فهمني، عز حي تاع شباب معناها تشوفين عاقلين وعندهم بالنسبه للخمج راهو فيه الخمج اللي هرب الزين. شكون اللي هرب الزين؟ عاد هذا يا خويا خدمونا، نحن خدمونا خويا بلديات خدمونا تحبوا انتم خويا، نحن شباب نحبوا نحبوا نخدموا نحبوا شيء راه ما ترى فما حل تو فما حل المشاكل فما حتى حل. نحن تقلش عنا تو ثوره خمس سنين ست سنين ما فما شيء، مرينا شيء نحن برجولي ولا مرينا شيء وين سبادري
يا انا مشيت اصلي سيرقول اسم ادري انا مسيت كحليت حد تعمل ساعه بدرا يقول بطل هيك تشوف يا اخوي برسمكم شوفونا حل برسمكم نلعبوا نخدموا على رويحهم هكا شوية نصور نصور تقولي فما حد فريد اليوم. ده ما عاد حل. نبقاوي. لا يحل نسمع فيه عندي برشا. فما حل فما حل. ثورة وقتية هاي. فين واحداش. فين واحداش ثورة. خمسة سنين داخلين في السادس. الحل ما فماش. خمسة سنين رايو. داروا العباد. فما حل عليه فما حل. يتدخلوا السلطات المعنية بالأمر. يتدخلوا ويشوفوا لنا حل. يعني واحد ينجم يعمل حملات أولا تحسيسية بالفازات هذوما، ثانيا يندد معناها بالحاجات هذوما ويطالب بأنهم يجيوا ويصلحوا الكياسات ويرجعوا دار شباب، وفي نفس الوقت يخليوا معناها البلدية تخدم على روحها ونوعيوا العباد بأنه ما يمسخوش الحي وأنه الحي ذي هما ينتميوا له. أنه شنية ما بش عديك شنية الصلاحية بتاع كل بلدية بلدية بالذات شنية معناها يقسموا له مجالات بتاعها، تولي ساعة تنصف كل بلديات، ما عادش تولي حاجة اسمها المجالس القروية خاطر هذيك دخلتها بعضها، فهمتني؟ تنصف كل بلديات، وثاني حاجة كل بلدية تعطي شنو صلاحياتها. أبسط حاجة مثلا احنا اللي بوبال والكذا والكذا والكذا، ما نمشيش أنا لوزارة تجهيز ولا وزارة البيع، تمشي قبل البلدية اللي هي خدمتها لهنا. الوزارات الكبار نورمالمون معنيين بالبروجي الكبار، أوكي؟ فهمت؟ كل بلدية تعرف انت شنية، معناها كي تشوف مشكلة تعرف اسكت المشكلة من البلدية، المشكلة من الناس، المشكلة من كذا. خطانا من المسؤولين حتى العباد زادة عندها دور، عندها دور تو هذا والله يقاموا ما عندك تشوفها شكون اللي قايم بها وشكون ولا يعس عليها، تي مرة طايح بوتور ولا شنو صارت فيه مشكلة، الناس كل تفركس. البوليسية ما طلعوا مازالوا ما طلعوهوش، والناس طلعت شكون يهز وشكون ما يهزش، والناس كل سخطت عليه معناتها حاجه كما كان استحض على الناس كل، معناتها المشكل كل بعضها يعني تقف الناس كل بعضها ولاتاك للعقليه. لو انت جينيراسيون كي تتربى تلعب في الكوره تلعب في الشطرنج والبيكون لعب ونظافة المخ يطلع يا ودي عنا حيث ذا من مصلي على النبي رانا نوابه غداش فمشيك تشوف حياه حلوه بس النغمه، حياه حلوه بس النغمه. Oh,
because youth acted احنا الحل.